مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اتمنى منكم الصلاه على الحبيب محمد، افضل الصلاه عليه. وهيا بنا نبدا قصه روحية. هل هذه الاشياء التي ابطلت استشعار الضباب؟ لم اعتقد ابدا ان التكنولوجيا البشريه حديثه لهذه الدرجه ويسحقها. اذا استمر هذا الامر فلن نتمكن من اكتشاف اي حد منهم عن طريق الضباب. هذه مشكله. كما كان عددهم، وقد كان هناك 5 منهم. سيدي، هناك مشكلة، هناك الكثير من الحالات الغريبة. وتفاجأ ظن الطائرين ويشوف الطائرات هائلة على ما يبدأ الجيش والمدرعات. هنا الجيش المشاة هم جاي على ما يبدو خطر حطوها بالمنطقة الحمراء. جاهز على ما يبدو الأمن فتح باب الطائرة ويخرجون منهم خارقون شعب التدجين القوة المتعالية. مصاص الدماء تبدو سعيدة جدا، أعتقد تريد القتال من بداية. الأكاديمية الفيدرالية للقوة المتعالية متعطش للدماء، لكن هناك من يراقبهم من بعيد. نرى غير العسل والقرد والخنزير هم يشاهدونهم غاضبين. هذه حال البشر، النمر غاضب. انظروا للغابة، هل هذا هو الجبل الذي يجب علينا احتلاله؟ المشهد الرائع ليس كذلك؟ يوزيو، ماذا ستفعل؟ يتحرك البشر بشكل أسرع مما تتخيل، ولكن لماذا لم تخبر نشتشين عن هذا؟ هل حدث لها شيء ما؟ ولكن مع هذا العدد من القوات أنهم ليسوا هنا من أجل القبض على التمساح. يبدو أن لديهم غرض آخر لهذه العملية. منذ 5 أيام اكتشفوا من هو سيد الجبال الضبابي. أريد أن أعرف من يتحكم في كل هذا. أثناء الاجتماع نراهم يائسين وخائفين. هل ممكن أن يكون هناك إنسان تمكن ترويض هذه الوحوش؟ لقد سمعنا النمل يتحدث بلغة البشر، وهذا ليس شيء يمكنك تعلمه بنفسك. ربما تكون منظمة خطيرة وليس مجرد شخص واحد، ولا يمكن استيعاب عاد احتمال امتلاكهم تقنية التعديل الجيني، وهذا التمساح كان أحد تجاربهم. هناك 8 مناطق حمراء في الداخل، ونورث كانيون حاليا هو أخطر منطقة، وستأتي موجة ثانية من المد الروحي قريبة. على أقصى تقدير ستكون موجة خلال 10 أيام، ويجب علينا التخلص من هذه المنظمة وتفكيكها تماما قبل أن تأتي هذه الموجة. أنا راح أفكر. أدخل. من أتى الباب؟ أها الرئيس. سأخبركم عن خطة معركة نورث كانيون. يجب علينا الهجوم قبل مرور 5 أيام قبل أن تستيقظ قوى الروح. ثم بالمختبر، عظيم، لقد نجحنا في صنع جرعة طفرة. مع هذا ستصبح مهارات لينغيار في التحكم في النار أكثر قوة، سأرسلها هيها على الفور. لكن هناك من أتى خلفه ويقول إنها جرعة طاقة روحية. هل من ممكن أن كل المتعاليين هنا ماتوا وما عداها؟ عابد بأنها تبغضها. هل تمزح معي؟ أنت تريد استخدام هذا الشيء؟ حتى لو فزنا فلن يكون له معنى، كما أنك تستخدم كمية مبالغ فيها من القوات. إذا خسرنا فسنواجه عواقب أسوأ، وسيكون الوادي كله خار سيطرتنا تماما بعد المد الروحي. نراهم هنا خائفين جدا. حسنا، وبخلاف ذلك اجعلوا جميع خطط المعارك السرية، الجميع رتب دون الرائد. وخيرا أنا أطالب بانضمام شخص واحد لإضافة خطة المعركة هذه. إذا كان وحش الضباب الذي تحكم في جبل الضباب إنسان، فعلينا أن نختار شخص بنفس القوة، وهذا الشخص هو الجنرال لي. ثم نرى الجنرال لي بعد الاجتماع قام الاتحاد الصيني ببناء جدار وقائي حول المدينة. وسواء كان يعمل أم لا، فعلى الأقل يمكن أن يتحمل بعض الوحوش الضعيفة. المدينة زيد أنسلين غير، انتظري. نرى هبط فتاتنا لين شاو تشين غاضبة. ونرى البحث العلمي
بالمستشفى على ما اعتقد ضربته. الفتاة التي اتته من خلف من قبل نراها غاضبة جدا، ونعود ونشوف ما حصل. انها تاخذ الاكسير الذي الطفرة الذي صنعوه، ويقول لها الباحث: لقد تم تقي هذا الاكسير ببلور النار، وانت لا تملكين عنصر النار، سوف تتحولين لوحش هكذا، ابصقيها بسرعة. وتقول له اخراس وهي تضربه. وبعد ذلك اغمي على ايان لينج لينج ورافقها الجيش الى الجينات، ولكنهم يحكم عليها بالاعدام لان هذا الشخص بسبب تأثير الاكسير، لان هي في السجن وعلى وشك ان ترسل الى المقدمة. لكن الطبيب كي إنها في حالة سيئة للغاية. إنها غضب لين: نعم أنا هنا، أكسير النار روحي، لقد استطعت انتزاع نصفها منها وأنا أتركه لك. سيدي لا تتحدث وتماسك، أنت ما زلت شابة ولديك مستقبل مشرق أمامك. أنا لا ألوم أحد على موتي، لكن لا تدمر مستقبلك بسببي، هل تفهمين؟ إنها غضب جدا لين وهدت قليلا: نعم سيدي، لا يعني يمكنني الموت وانا مطمئن. تصفير: لقد ما سيدك، لا للأسف مات. ونراها غاضبة جدا عادت تود القتل. ساحقتها: ماذا فعلت؟ نراها تمشي بالمرة. أنسلين: لقد أمرك مقر قيادة الجيش الثاني بالانتقال إلى موقع المعركة الجديد على الفور. المجموعة الثانية من المستيقظين قد انقتل هناك، وكفر ضمن المجموعة الثانية يجب أن تأتي معي الآن. وين موقع المعركة الجديد؟ سيتم شرح كل التفاصيل في وقت لاحق. نراهم بالطائرة: هذا هو وادي كيات تايو، هل هو هذا ما كان الذي سيدور في المعركة؟ نراهم جاهزين للقتال. أيها الجنود، أنا هو القائد الأعلى لهذه المعركة. أوه هذا هو القائد، ستكون هذه المعركة هي أول معركة بشرية ضد الوحوش، والهدف هو القضاء على ضباب الوحوش والتمساح العملاق في شمال كانيو. وبعد جميع الوحوش الحبارة في الجبال الأربعة المحيطة، هدفنا هو عدو لم نواجهه من قبل، العدو أقوى مما نتخيل، وستكون معركة وحشية. فبعد كل شيء الخصم هو وحش فضائي، يمكنها بسهولة تدمير الطائرات الحربية حتى، ولكن لدينا 30,000 رجل للقتال هذه المرة، وعلينا التغلب على خصومنا بالأعداد، ومع ذلك فإن الخسائر ستكون مروعة، ولكن علينا أن نفوز. بهذه الطريقة فقط يمكن للجنس البشري أن يعيش بحرية في هذه الأرض، والسم الرمزي لهذه العملية سيكون الصيد. هم يصرخون: هناك شيء خاطئ، يجب أن نبلغ السيد متأخرة. أنسلينير، الجنرال لي يريد أن يراك بمفردك، لم تفهم؟ قسم العمليات. جنرال لي، هل أرسلت بطلبي؟ نعم، لقد قرأت سيرتك الذاتية وتقول أن مسقط رأسك يقع عند صفح وادي يويو بيو. نعم، لقد نجوت من هجوم الوحش في الجبال الضباب، ولكن اختك لم تكن محظوظة، ولذلك لابد انك عدلها بالطريق المؤدي الى وسط الجبال الضبابي، كما انك تريدين انتقام بالتأكيد. بعد ان تعرضت لهجوم لم عدت تتذكر عن اي شيء قبل ذلك، هل هذا صحيح؟ هل طلبني جنرالي سأل عن هذا فقط؟ فانا راه ينظر اليها: لا، لدي طلب اخر ايضا، يريد ان يتخذك كتلميذ لدي. نعم هذا ما قاله لي. تتمتع لين إير بموهبة جسدية غير عادية، ولذلك هذا الشخص يريد أن يأخذك تلميذ لديه، ومن الجيد أن تكون تحت قيادة مثل هذا الرجل العظيم. سيدي، غدا سيهاجم الجيش هذا الجبل، هل يمكننا الفوز؟ أنا قدام حل لكل مشاكل، ولا أحد يريد الموت، الكل يريد أن يعيش، لكن بعض الأشياء لا يمكن الحصول عليها بالتفاوض. من أراهم، ولكن إذا كان بإمكاني فعل ذلك فسأظل هادئا محايدا لفترة من الوقت. على الرغم من معرفتي باستحالة هذا الأمر، فليستمع لي الجميع، سنواجه معركة وحشية قريبا.
نراهم جميعهم متجمعين، وستكون حرب طاحنة بيننا وبين البشر. وإذا خسرنا هذا المعركة سنخسر كل شيء، وإذا ربحنا سننجو لكننا سنفقد بعض الرفاق بالتأكيد. لكن كضمان لهذا أن نزاج البشر حياتنا بعد الآن، ولذلك يجب علي أن نكون مستعدين للموت أثناء محارب البشر. مواجهة الغد إنها معركة ستحدد مستقبلنا. نراهم وهم متحمسين للقتال، بس الدرياد لم خايفة جدا. نسور الشاهين هم متحمسة على ما يبدو. هلموا إلينا أيها البشر، لقد وجد الجيش هذا المكان أخيرا. يجب أن نستغل الفوضى وأن نخرج من هنا مع كنوزي صغيرة. قائم المشاركين في معركة الشمال كانيون، النبر الأبيض المستوى التاسع، تمساح الإمبراطوري المستوى الأول، فلاش المستوى الثامن، ثورن المستوى السابع، القرد الذهبي المستوى السابع، غرير العسل المستوى السابع، البجعة البيضاء المستوى الخامس، كينغ كونغ الخامس، خنزير حرب مغطى بغطاء الرأس المستوى السابع، فرس النبي الأخضر المستوى السابع، تشين بي المستوى الثامن، فالكون درجة 9.1 الصف الثامن، غرير ويند الذئب الملك المستوى الثامن، إنسان الغابة المستوى السادس والسابع، المستوى الخامس 15، المستوى الرابع 30، المستوى الخامس 32. قام المشاركة البشرية، طائرة هليكوبتر قتالية 75، دبابات رئيسية 100، مدافع مضادة للطائرات 50، مركبات صواريخ مضادة للطائرات 50، القوات المتعالية 1000، القوات المعدلة وراثية 2000، قوات قتالية خاصة 5000، مشاة 40000 رجل، مدفعية 60، درع 400، قوات الدفاع الجوي 150، قوات الاستطلاع 100، جندي الاتصال 98، القادة 7. نرى الجيش وهو جاهز للانطلاق في أي لحظة. لقد كان عدد الأشخاص الذين ذهبوا للحرب أكثر ما كنت أتخيل حتى. لقد تم تقسيم فريق هذه المعركة إلى 3 فرق، والفريقان الآخران بهذا العدد الكبير أيضا. إن منع الوحوش من الهروب أو الاندفاع نحو المدينة، قمنا بمحاصرة الجبال الأربعة. هذا يعني أن هناك ما يقارب 50000 رجل، هذا عدد كبير. لا، إنه العدد المناسب تماما. قبل أن أكون متعالية رأيت أحد الحيوانات التعالية في حديقة الحيوانات، ولقد قضى ضبي المتحول من المستوى الرابع وحدة على جيش الإنقاذ التي كان عددها يقارب 100 رجل. يمكن أن يكون وحش المتحور واحد من المستوى الرابع ميتة جدا، ناهيك عن الوحوش التي تعيش داخل هذا الجبل. فكل هذه الأعداد مجرد طعم لهم، فنحن بحاجة إلى أرباك وتلك الوحوش بالأعداد. هذه هي الطريقة الوحيدة لتقليل الخسائر. ثم نرى فتاتنا تفكر بجيش بهذا الحجم، هل يمكن للسيد الفوز حقا؟ المعركة مقسمة إلى 3 فرق الهجوم. القوة الوسطى هي الهجوم الرئيسي، والجناحين الأيمن والأيسر سيقوم بمحاصرة العدو وبواسطة دبابات 999 قصف الطريق، وبعد ذلك سيتم إرسال قوات خارقة للهجوم بشكل رئيسي. يجب أن يكون جميع المقاتلين مجهزين بجهاز حماية نفسية حتى يتم تغطية قوى وراحة الجسد والروح، حتى تتمكن وحوش من اكتشافهم بسهولة. إلى الفرقة رقم 24، استعدوا للقتال، الآن ابدأ القصف. ونرى يطلقون قصف من الدبابات، ونرى الجناح الأيسر فتحون الطريق أمامهم. القوات الأمامية، قوات الجناح الأيمن أطلقوا، لن يتسبب هذا القصف في نشوب حريق. لا تقلق، الجبل محاط بعدد كبير من رجال الأطفاء، والقصف ليس فقط الفتح الطريق، لا، يمكن الدفع كثير من وحوش إلى مكان واحد أيضا. توقفوا عن التحدث وركزوا على القتال. حسنا يا سيدي، إن الجنرالي هنا أيضا، إن قوة تجعل التنفس صعب عندما نكون بجواره. ثاني أقوى شخص في الاتحاد الجنرال لوهو، وحده يساوي مئات من المسامين الآخرين لو لم يكن أعمى فقط.
أوه، قد فتح الطريق. فلينتبه الجميع، استعدوا للتقدم. نرى الجيش وهم يتقدمون، لكن المفاجأة هنا. يتدخل ليوزيو ونرى أغصانه وصلت لبعيد. ما ترى هواي وحوش الضباب أيضا، ويقولون هذا سيدي. إنها جذور الأشجار والوحوش الضبابية. أيها القائد الأعلى، تولى الهجوم الأمامي، انطلقوا هيا. الجهة اليسرى، هناك الكثير من وحوش الضبابية على الجهة اليسرى. الجهة اليمنى، هناك مخلوقات مجهولة الهوية تهاجم الجناح الأيمن. هناك وحوش، ولكن أجسادهم مصنوعة من الجذور. نراهم يراقبون. ماذا يحدث هناك بحق الجحيم؟ مصدومين. تريد أن تقضي علينا؟ حسنا، أنا لن أجعل الأمر بهذا السهولة عليك. أرسل لي عدد وحوش الضباب أو تلك الأشكال الشجرية، كما أريد دعم القوة الجوية على كلا الجانبين الأيمن والأيسر. نعم، البنادق المضادة للطائرات جاهزة، أطلق الرصاص الحارق. نراهم ما يطلقون، لكن دون تأثير. لقد تم صد الهجوم. ونرى يوزيو يقضي عليهم واحد تلو الآخر. وأتى جيش من القرود أيضا للهجوم. هناك مجموعة كبيرة من الغوريلا الطافرة في اتجاه الساعة الثالثة. نار نار. ثم نرى هو يمسك لا شو اسمه الصخور ويرميها عليهم. ثم يتم تدمير الدبابة. جيش من القرود هائج جدا. ونرى جيش جاهز للقتال. على ما يبدو الوحوش لا ينهرب، سيقاتلونه. وبهذا نكون قد أوقفنا المجموعة بأكملها. سيدي، أجد تمساح لمبارد. هناك فران تحاول التسلل للداخل. لا بأس، سيكون هناك من يتعامل معهم. نرى يطلقون بالليزر على وجهه. أوه، الغريراس لهم موجود هنا. غاضب جد، عزل القتال. الغرير العسل والقرد جاهزين ومختبين بالظلام. وتكون هذه نهاية مقطعنا. أتمنى أعجبك وتضع لنا لايك واشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم.